معناتها لازم مفكر انك صرت قائد بس لانه حبينا رايك مره. انا ميت لحتى تتصرف من عندك بلا موافقتي. لما اعطيت يلدز لبارباروس انت بوقتها كسرت لي كلمتي. خبرتك من اليوم اللي رحنا فيه على السجن انهم رح يقتلوه لاخي، وباعتبار انك رب الاسره اخذت كل احتياطاتك. حسن خدوا على غرفته خليهم يفحصوا له ضغط دمه. شو قالت الممرضة؟ لسه في حكي بيناتنا، في مخطط كبير. بارباروس رح يفسخ الشراكة لحتى يتركنا لحالنا. رح نحاربه من لحالنا ما رح نقدر، نحن لازم نبقى على الطاولة. بارباروس عم ينفذ خطة، بس أنا عندي خطة بتاخد الحال. شو مخبية؟ ما في أي شيء. يعني أنا كنت عم هلوس قبل شوي؟ يا أخي دورت عليك كتير، خبرني أخي ليش متخبي هون؟ ألو؟ تعي ما كنت متخبي، بس تعبت شوي وكانت الممرضة عم تعتني فيني. أنا بدي أمي. قلي وين راحت أمي؟ قلي لوين راحت؟ هي راحت مع أبي شي؟ أمي راحت لعند جدي، رح أحكي معه وتسمعيه تمام؟ وين تليفوني؟ بغرفتي. لا تروح أنت، أنا بجيبه. لوين؟ بدي جيب موبايل كوزي. طيب شو رح يعمل موبايل كوزي بغرفة اسكندر بيك؟ مين اللي طلعك؟ شوفي شو صار؟ بدها تجيب تليفون كوزي من غرفة اسكندر بيك. شو بكي فيكي تتأكدي من كوزي؟ مو كل حفرة فيكي تطلعي منها. بيعرف كارتال عن هالشي؟ هي ممرضة، القيادة العليا بهذا البيت هي الاسكندر بيك، وكل اللي بينقال بعد كلامه ما له أي قيمة أبدا. بكل الأحوال ما في شي ينحكى، فهمتي؟ أنا بدي أنزل، ممكن تاخدي سيلين على غرفتها؟ أكيد، تعالي. امشي بهدوء ماشي، ولما تنزل ما تتسمع أحدا، سكر عيونك وأدنك، اعتبر البيت فاضي. كيف بترسم يلي بدك ياه على ورقة ساوي نفس الشي. يمان يمان افتح، في شي ضروري. في دم لكارتال بالعلبة، لازم توصلوه على المخبر منشان فحص تقييم الكبد. لا تفتحوا قبل ما يوصل على المخبر، ما لازم يتلامس مع الهواء أبداً.